بس الدين كرفصين لا حالات مسدودين خدام عندنا الصاير عندنا هذا وانت ما تشوفوا بعينيك ما كاينش حتى نتيجه حتى دابا راه ما كاينش شي نتيجه ولحد الان ما كاين حتى شي نتيجه والو عاد داروا هذا الشيء هذا الشيء ها هو لا فيري مصوت هنايا ما كاين والو انتم اللي تشوفوا بعينيك شي ولا عاودوا حيدوه راه دابا قالك ما صدقتش كل مره تجي شركه بشكل تعاود دابا بدلوا ديك النهار ثاني جابوا فاشلون خروف خدام اخرين عاودوا من الاول ما عاودش هاني هذا دابا هادشي اللي خدموه العام كامل قالك ما منوش غيعاودوا من الاول ثاني يزيدوا سدوا ما عرفناش شي نتيجه اخرى حناش غنديروا ولادنا اش غنوكلوا ولادنا لا 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 حنا عايشين عامل هذا المحل هذا هو اللي عايشين منه هذا المحل هو اللي عايشين منه جوج عائلات ماشي حتى عائله وحده وانتم تتشوفوا حنا مضرورين الحانوت هو مسدود قدامكم ما تنبيعوا ما تنشريوا النهار داروا لينا هذا الشيء هذا وحنا سادين انتم تتشوفوا دابا المحل ها هو مسدود احنا عم مريحين اللي عطى الله هو هذا احنا مضرورين الكره تنخلصوا كلشي تنخلصوا الواجبات تنخلصوا وحنا مضرورين احنا سادين شحال ديال الوقت نتوما سادين هذا المحل حنا دابا سادين دابا جاي شي 3 شهور وحنا سادين ملي دار اكثر هو راه داروا اكثر من 3 شهور ولكن ملي دار هذا ما بقاو لا الناس تيدوزوا ولا حتى شي حاجه هادشي هانتوما تشوفوا كلشي مسدود لا انا الحسن وسوس الحسن كارين هاد المشوات لواحد الناس اما مشاو ما خلصونا لا كرا لا والو باعتبار انه الهرقله كيقولوا بانه الهرقله عندهم في السكه الحديديه اللي كتقن والمده ديالها ستوفات اللي هما دايرين وانتم كتشوفوا هاك انتم كتشوفوا الصوره هو سد كله منهار كله غير الناس كاينه شوف فيه شوف مشوا المشروع هذا قدو دابا كنطلبوا من هاد المسؤولين اذا كانت شي حاجه يتصلوا بينا في اقرب وقت ممكن انا عندي محل ديال الروايد هذه مده ديال 7 شهور والدخل ما بقاش كما كان فهمتي حنا ضرينا من حنا راه مضروري من هاد الشيء اللي فهمتي شحال هما خدامين هذه 7 شهور دابا ما كاينه خدمه وتشري من الموتور ديال الطوموبيل الشارع هو اللي كيدخل من عندنا هنا حنا حابسين دابا مده 7 شهور ما كاين ندخل والو وكنطلبوا من هاد الناس هادو انهم يلقاو لنا شي حل يلقاو لنا دابا شي حل غير على الاقل بعد هاد الطريق يشدوا هاد لانتوراج كامل ما يشدوش حيت هادشي بزاف بعيد يعني بحال هادشي اللي غيتمونطا هنا خصو يتمونطا فشي بلاصه اخرى ويجيبوه يديروه هنا واخا دابا هما مونطاو وداروا وركبوا ولقاو داكشي ما كاينش يعني المهندس لي زانجينيور اللي حطا هادشي ما حطاش بالعبار ما حطاش بالمقاس وما حطاش بداكشي اللي خصو يتحط به و كنطلبوا من هاد الناس هادو يعني بشي تعويضات على هاد الناس اللي سادين عليهم بحالنا مثلا حنا دابا هاد الشارع راه خدام هذا هو الطريق الرئيسي يعني هذا هو الشارع الكبير في قنيطره اللي مقسم قنيطره تقريبا على جوج وهو اللي خدام هو اللي يعني تيتشكاو منه دابا الطاكسيات الناس الترونسبور الناس اللي غادا على رجليهم الراجلين الناس يعني من دابا تيجي تيضرب واحد الطراجي كبير باش يمشي حتى للخبازه وباش يدور بنادم من هنا بالليل باش يدوز راه ما كاينش فين يدوز انتم راه غتشوفوا كلشي الطريق مسدوده من هاد الجهه ومن هاد الجهه هذه حتى هي مسدوده ومسدوده من يعني من القدام ليه يعني ما كاينش بنادم فين يدوز وكنطلبوا من هاد الناس هادو يلقاو لنا شي حل يعطيو لنا شي تعويضات يعطيو لنا فوقاش هاد المشروع غيسالي بالضبط. السلام عليكم، انا اسمي اكزار حمزه، عندي فندق هنا في شارع محمد الخامس وما داروا هاد البروجي راه شدوا على هاد الشارع المتنفس ديال هو ديال قنيطره هذا الشارع هو المتنفس ديال قنيطره اللي تيتمعشوا منه كاع جميع التجار ودابا راه كاينه ازمه عند التجار كاملين بالنسبه للوطيل راه مقطوعه عليها الطريق هي اللي باساجي تيدوزوا منها في الصيف وفي الشتاء وهذا المهم حنا مضرورين حنا ما تنطالبوش شي تعويضات ولا شي حاجه بحال هكا حنا تنطالبو غيسرعوا بهذا المشكل اللي كاين في هاد القنطره و تيبان ليا انايا حطوا الحديد عواج ليهم حطوه تا حطوه في القنطره وداك الشيء ما عندهمش هو هذاك ما بان لياش انا فيه المهم هادشي انا اللي بان ليا ولكن ما نعرف شحال د الوقت هما كيصاوبوا 7 شهور ولا 8 شهور دابا هما كان عندهم وقيله 4 شهور المهم راه الروتار راه كاين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.